ينضم إلينا هاتفيا المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية. أستاذ خالد، بعد التحية، التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر كانت واحدة من محاور مبادرة حياة كريمة. برأيك، كيف حولت المبادرة صورة الدولة الذهنية من العشوائية إلى أماكن أدمية راقية تليق بالمواطن المصري؟ مساء الخير. طبعا يمكن يعني المبادرات كلها اللي اطلقها سياده الرئيس على مستوى الدوله كلها بتهدف لارتقاء بمستوى المواطن المصري، سواء في السكن، في الحياه، في الاقتصاد، في كل شيء من اللي احنا بنتكلم عليه كله. احنا بنتكلم على تطوير حياه انسان. لما بنتكلم في تطوير حياه انسان هنا الناس بتعتقد ان احنا بنتكلم على منشات، مباني، طرق، كباري. لا، احنا بنتكلم على حاجات تانية كتير، بنتكلم على حياة متكاملة، بنتكلم على التعليم، الصحة، فرص العمل. كل ده بنشتغل واحنا على المحاور بتاعتنا، عشان بس الناس تبقى فاهمة المحور الرئيسي هو الإنسان. فمما يحتوي حياة الإنسان من تطوير أو تنمية بنشتغل عليها كلها عشان نوصل لحياة تانية خالص. كلمة تطوير هنا بنطور حياة، مش بنطور عمران فقط. نعم، يعني أيضا البناء العشوائي والسكن غير المخطط والتعديات على الأراضي باتت كلها عناوين في الماضي في قرى الريف المصري التي دخلتها حياة كريمة. أي مكتسبات تتحقق لدى أهالي تلك القرى من نسيان هذه الصورة الذهنية؟ طبعا احنا بنتكلم، بنقول ان يعني لما بنيجي نعمل المشروعات بتاعتنا احنا بنقول احنا بنرسم لبكره ازاي بنمنع الانسان ان هو يعمل عشوائيات جديده، ان هو يعمل متطلبات حياته اللي هو بيفرضها بنفسه بعشوائيه او بدون تخطيط. فلما الدوله هي اللي بتسلك هذا المسلك وتعمل كل شيء بصوره منظمه، مخططه، مدروسه كويس جدا، اذا المواطن مش هيلاقي او هيلاقي حاجه تشجعه ان هو يعمل حاجه مخالفه للتخطيط او التنظيم. فهنا بنبدا لما الدوله تشتغل دورها الصحيح وتوجد للانسان احتياجاته في مكانه من مسكن، ماكل، مشرب، مدرسه، مستشفى او مركز طبي او مركز بريد، اي متطلبات الحياه، فاذا هي بتوجد هذه الاشياء ليه في مكانه كمان. يمكن حتى كمان بتحد من الهجره الداخليه، الهجره الداخليه، البحث عن الرزق، البحث عن العمل، البحث عن ان هو يؤدي مهمه معينه او يخلص اوراق معينه في مكان. لما بنوصل له المكان ده، الاشياء دي في مكانه الموجود، بنقلل من حجم الانتقالات والهجره الداخليه عشان يوجد حياه كريمه او حياه افضل في مكان اخر. نعم، المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذي لصندوق التنميه الحضريه، نشكرك شكرا جزيلا.